قتل أطفال مستقبل الأديان، حب الشباب وهيبة الشيبة، حب الشباب وهيبة الشيبة. بداية نقول رمضان كريم على الشعب العراقي، رمضان كريم على جيشنا وقواتنا الأمنية من الشرطة والجهاز والقوات الأمنية الساندة. اليوم تواجد الضباط من استراحة الأبطال من كافة الوزارات مع عوائل الشهداء ومع الأطفال الأيتام، رسالة واضحة بأننا مقاتلون لكننا نمتلك قلوب رحيمة ندافع بها عن العراق، محبين لكل العراقيين. هذه المأدبة هي على شرف دار الأيتام، دار نور للأيتام. نقول لهم شكرا لكل ما قدمتوه لأطفالنا لأولادنا، وإن شاء الله رسالتكم هي رسالة إنسانية نبيلة وخالصة، ونحن متواجدون معكم داعمون لكم بكل ما نستطيع. اللهم ارحم شهداءنا وشافي جرحانا، اللهم ارحم أيتامنا وأحفظ أولادنا وأولادهم. تشرفنا اليوم بمشاركة الأيتام في دار النور للأيتام لرعاية الأيتام على مأدبة الإفطار، ونحب نقول لهم احنا اخوانكم وابانكم متواجدين وياكم، والرحمة والغفران لجميع الشهداء. رمضان كريم عليكم ان شاء الله وعلى أمة محمد وعلى ابطالنا. اليوم ما قصروا ويا الأيتام، كانوا متواجدين بمأدبة إفطار. الله يحفظكم وإن شاء الله دائما راعين للخير. ضباطنا هم مو أول مبادرة للدار، هم مستمرين وياي وصار لهم أكثر من 14 سنة أنا وياهم.